تفهم أنه كان على المسيح أن يتألم. إذن هنا في نفس الفصل في عنا الألام والموت. مش العلة في السيد المسيح، اقرأ 24، أعينهما أمسكت عن معرفته. ليش؟ هي ظنته البستاني. ليه؟ السبب نفساني. شو هو السبب النفسي؟ أنه لما إنسان ميت وخصوصا بأبأش نعميتة، ما مش راح يصدقوا، يعني لم يصدقوا. مكتوبة هاي كمان في الإنجيل. طيب هون يا أب بيتر، فقط سؤال صغير، كانت الشمس قد طلعت حين ظنته البستاني أم كان الظلام باقٍ؟ النص اللي عزيزي اللي القصة انه ما ورد في الانجيل الطاهر. اذا حضرتك بتقول ما ورد في الانجيل الطاهر، ما انت طاهر كمان. اذا هذا صحيح، مش موجود انه الظلام كان مخيما، موجود يعني مش انه انت على حق، لا انت تقول ما ورد في الانجيل هاي مرة، ولكن كثير مرات الله يسامحك يعني قول يعني اسمعني لا أريد منك جملة، أن تقول إن المقدم في قناة الحياة حين قال إن الظلام باق، يعني على أقل تقدير كان يزيف الحقيقة، لا تستطيع أن تشهد هذه الشهادة؟ عزيزي الحق حق والباطل باطل. أنا لا أقف مع إنسان ضد الإنجيل الطاهر، لا يصح إلا الصحيح، وهذا أقلبه على أفضالك يا عزيزي هاني. مش مشكلة بعدين هاجمني، لكن هنا قول إنه لم يكن صادقا، قولها. لم يكن صادقا، هو أخطأ، هو أخطأ، وزي ما حضرتك بتقول لنفرض حسن النية. ثالثا أريد أن أجيب على سؤال آخر، لأنه هون يبدأ الحديث أن يكون شيقا، مع الشكر لكم كمان مرة. لما بيقول لك انه السيد المسيح ظهر اولا لتلاميذه، هذا شيء طبيعي، لانه اذا اولا في سبب نفسي، لم يصدقوا من الفرح. ثانيا في لما ظهر وكلهم كانوا يقولوا لقد قام الرب في الحقيقه، قام الرب في الحقيقه، معناه مات الرب في الحقيقه. اذا لا يحق لاحد انه يقول انه الرب لم يقم. منيح. هلا لما بنيجي احنا إلى كل هذه الشهادات ونشوف معها إنه السيد المسيح ظهر أولا لتلاميذه، هذا أولا لحمايتهم في المرحلة الأولى. هم لسه كانوا ضعاف الإيمان، كانوا كما لاحظها الأخ مصطفى في دار غلقت أبوابها خوفا من اليهود. إذا لحمايتهم ظهر أولا لهم، ولكن بعدين شو قال لهم؟ اذهبوا إلى العالم أجمع. بعدين ظهر لأكثر من 500 أخ مجتمع. بدي أتقدم كمان في الحديث. بس استنى خليك معايا يا أب بيتر عشان نفهم الموضوع. أنت ذكرت المزامير، طب المزامير مزمور 18:118 بقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، ماذا ردك على هذا المزمور؟ أولا هذا ليس مزمور 18 بل 118 لأني كان لي الشرف 118. ثانيا هذا المزمور لم يستشهد به العهد الجديد، يعني لا يتكلم عن السيد المسيح. أما إذا تكرمت وسمعتني للآخر في أشعية 53، مع أنه لسه بدأ أقول أشياء ثانية أرجو أنه تعطوني المجال، في أشعية 53 بيحكي عن موته، بيحكي عن قبره، شايف؟ فرجاء لما نقرأ النص كله، شايف؟ نجد كل هذه الحقائق. إنه هلا أنتم بدون مؤاخذة بترفضون فكرة الموت الفدائي، هذا شأنكم، ولكن الإنجيل الطاهر يتكلم عن الموت الفدائي، كل العهد الجديد يتكلم عن الموت الفدائي، وزي ما تفضل أحد الإخوة. شكرا بيتر. لو سألنا سؤال بسيط، كيف تفسر اختفاء نيكوديموس ويوسف الذي من الرامة؟ ما فيش إشي اسمه اختفاء، أحد الإخوة فسر لكم إياه. على كل حال خلينا أعطيك المبدأ حتى لا نغوص في التفاصيل. يا أخي أنا أريد أن أسأل سؤال، لأنني كررت هذه الأسئلة ولم يجب أحد. أولا تقول أننا لا نعطيكم وقتا كافيا، وقد رأيت كيف أعطانا صاحب القناة الحياة كيف أعطانا وقتا كافيا، مع أنه كانت لم يكن مثل هذه المداخلات بل كانت مناظرة، وهو اتفق معنا أنه سيؤتنا وقتا مساويا للطرفين. ما هو ليس دخل لحظة لو سمحت،
هو يقول أننا لا نعطي وقتا كافيا ولكنهم يعطون، ولكن ألم ترى كيف كان يقاتلنا بدلا من أن يسمعنا ويوجه سؤالنا إلى أصدقائي الذين كانوا يردون؟ والناس ليسوا ميانا، هم يرون ويشاهدون كل شيء. ثانيا سألتكم لو سمحت، أنتم تزعمون وتتهموننا بأننا نقبل الإنجيل، ونحن سألناكم وقلنا لكم أنتم تقبلون. المسيح يقول بعد أن قام من الموتى، يقول أنا لست روحا حسب زعمكم قام من الموتى، يقول عندما قابل الحواريين يقول أنت لست روحا، أعطوني طعاما أراهم جروحا. أن هو يقول أنا لست روحا ولكنكم تريدون أن تجعلوه روحا، أنتم تقبلون أم نحن نقبل؟ ثالثا كان وعد اليهود أنهم لم يريهم إلا آية اليونان، وآية اليونان كما قلنا أنه لم يريها، ولكن على الأقل كان عليه بعد أن قام من الموتى، كان عليه بدلا من أن يختفي ويذهب إلى الجليل، كان يجب أن يرجع إلى هؤلاء اليهود الذي حاولوا قتله وعذبوه، كان يجب عليه أن يأتي إليهم ويقول ها أنا، افعلوا بما شئتم. كيف تفسرون هذه الأشياء؟ طبعا. بالنسبة إلى قال الأب بيتر يلف، افترض افتراضا وإن سماه اعتباطيا أنه حتى لو لم يمت على الصليب من اللفائف سيموت، من الذي لفه باللفائف هذه؟ هل اليهود؟ هل أعداؤه؟ هل الرومان؟ لا، الذي لفه أحد تلاميذه الخاصين يوسف، وهذا يعرف كيف يلفه ويعرف كيف لا يخنقه ويعرف أنه حي، وهو يعني من القصة يظهر بسلاسة ووضوح أن يوسف ونيكوديموس هذان كانا تلميذين نجيبين للمسيح عليه السلام، وببساطة كان تنسيق يظهر متضمن في النص بينهما وبين بيلاطس، وإلا كيف يتجاسر كما جاء في النص، كيف يتجاسر يوسف فيدخل على الحاكم الروماني بهذه البساطة؟ لا، هو لا يتجاسر، هو يعرف أنه يعني هناك خطة بينهما، هناك تدبير، لأن بيلاطس كان لا يريد أن يموت المسيح، ولكنه لم يكن شجاعا لدرجة أن يرفض طلب اليهود، لأنهم هددوه بأن يخبروا قيصر عن هذه القصة. قال الأب بيتر أيضا أن الأناجيل تقول صلب وفسرنا قتل، وذكرنا لك يا أب بيتر أن الأناجيل قالت مرة تألم ولم تذكر القتل، ولو كان هناك قتل حقيقي ما تركته بالمرة. تعود كثيرا إلى قضية اليوناني واليوناني، الأمور حين تترجم، يعني أنتم تريدون تعمية النص يعني حين تترجمون، أم تترجمون بأمانة ليكون النص في العربية كما هو باليوناني؟ ثم لو صلب، لو كانت صلب كما تقول يعني تعني علق أو مات، هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، هناك مجاز في اللغة، يعني لا بأس بهذه المواضيع. وحتى حين الذي يعني نحن نقول لو فسر أحدهم أن صلب تعني علق، علق سواء مات أو لم يموت، هذا لن يغير من الحقيقة شيئا، لأنه أحيانا أنت تذكر اللفظة وتريد أحد معانيها ولا تريد المعاني كلها، هذا معروف عموما وخصوص، أحيانا تريد المعنى الخاص من اللفظة ولا تريد كل المعاني. طبعا يعني أستاذ مصطفى يعني هل كان بفيد؟ لا أنا بس عاوز أعلق على كلام الأب الدكتور بيتر، يعني لما يقول لنا لا يجوز نفي نصوص واضحة لأن في العهد القديم ما فيش نبوات، يا سلام، احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على شوية جرجير بنبحهم؟ ده احنا بنتكلم على امر خطير جدا، احنا بنتكلم على اس العقيدة المسيحية، اللي المسيح نفسه قال فتشوا الكتب، اللي المسيح نفسه استشهد بالكتب دهيا. فتقول لي اذا كان ما فيش نبوات يبقى ما نرفض؟ لا، ده احنا نرفض ثم نرفض ثم نرفض. وبعدين لما نجيب لك نبوءة واضحة تماما بتقول أنه لم يمت بل
حي عاش ولا لانه بقول في 118 تقول لي ما هو العهد الجديد ما استعملش هذه النبوءه. ما استعملها انت يا سيدي، ما تستعملها علشان تعرف الحق. الله، هو ده مش في العهد القديم؟ هو ده مش كتابكم ولا احنا الفناه وحطيناه في الكتاب المقدس؟ تأديبا أدبني الرب الى الموت. اي منطق هذا يا سيدي؟ اي منطق هذا اللي بتتكلموا بيه؟ ده الغريب والعجيب، وفعلا انا